شفت الفرماج كامل هنايا. واو، بغيت نعرف اش تندير هادشي. راه ما يمكنش صوب دور معاك على الرمله. غير ماما تشوفي هادشي تقتلني. هاي هو هذا هو اللي كنت هاي لي زامي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي، فين ما تشوفوني داخل الكوزينه عرفوا بلي غادي نطيبوا شي حاجه. في اخر فيديو حطيت لكم كنجربت معكم جميع انواع ديال الفرماج، وبما انه كان بزاف انواع ديال الفرماج فكل نوع دقت منه غير شويه غير باش نقول لكم المذاق ديالو كبير. وبقى عندي هذا الفرماج كامل، هذا الشيء كامل عطيت منه الريحان وشي وحدين خانزين بزاف لحتهم، ما قدرتش نخليهم حتى خنزوين الكوزينه ما كذبش عليكم. حيدتهم وبقى عندي هذا الفرماج كامل على زعمي، ما يمكنش يضيع اي حاجه، كنخسروا فيها فلوسنا ما يمكنش نضيعوها. وبهذا الفرماج كامل اليوم غادي نصيب لكم الماكنتشيز. اول مره صراحه غادي نصيب الماكنتشيز، ما عنديش عليها فكره، شفت غير شي فيديوهات، خديت شويه من لهنا وشويه من لهنا وشويه من هنا، لكن كالعاده كنبغي ندير الابداعات ديالي. فهاد الماكنتشيز غادي نديرها بالابداعات ديالي، بعقلي بالخبره ديالي غادي نحضر معكم الماكنتشيز بهذا الفرماج كامل. والناس اللي ما تفرجوش في الفيديو ديال التشالنج ديال الفرماج تفرجوا فيه، واحد الفيديو زوين باش منها حتى تعرفوا الانواع ديال الفرماج اللي كاين هنايا، كاين فرماج كحل، فرماج خضر، فرماج في الليموني، فرماج في الحمار، فرماج في الالوان. سيروا تفرجوا فيه، غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. وما تنساوش تخليو ليا لايك وكومونتير ويلا نبداو. شفت الفرماج كامل هنايا، واو على المنظر صراحه المنظر ديالهم زوين. شوفوا لي زامي فراسكم ان هذا الشيء كامل، ماشي هو داك الشيء كامل اللي بارطاجيت معكم في الفيديو الاول، داك الشيء اللي كان في لا فيديو الاول ديال جربت معكم كان كثر من هذا الشيء. راه نقصت شحال من فرماج، شي وحدين كيف ما قلت لكم لحتهم وعطيت الريحان. شوفوا ما عرفت كي غادي هاد الماكنتشيز. شوفوا شوفوا اللي داير بحال العجينه. شوفوا هذا هو الفرماج كامل لي زامي. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير الماكنتشيز. هذه هي لي بات اللي غادي ندير في ماكنتشيز. هذا النوع هو اللي كيجي زوين صغيور، هذا النوع هو اللي كيجي زوين. يا ربي يجي هذا الشيء زوين يا ربي. اول حاجه غادي نديرها لي زامي هي غناخذ طنجره غادي ندير فيها هاد لي بات، ما غنديرش هاد الشيء كامل، غندير غير شويه. وهاد لي بات غادي نزيد عليها الحليب، ما كاينش بزاف الحليب، ما في ليه بطاطا تسخن، هادشي اللي كاين هنا هو اللي غندير. غادي نسلقوها في الحليب، ما غاديش نسلقوها في الماء. انا بان لي انه كافي، شنو بان لكم نزيد شي كاس ديال الماء؟ وقيلا كيدار الماء، نزيد شي كاس ديال الماء. المهم نشوف عيني ميزاني. غادي ندير اختي شويه العطريه حيت انا هادشي غندير غير الثومه وزعيطره والملح والبزار، غير شويه شويه شويه. غندير الثومه بودغ شويه ديال البزار، ندير غير شويه ديال الملح حتى الفرماج هو ديجا مالح. زعيطره. ودابا غادي نزيد هذا الفرماج كامل، غادي نبدا بهذا. بسم الله نزيدو دابا حيت انايا هادشي خاصو يطيب معاه. يا ربي هادشي يصدق ليا، يا ربي يا ربي بارك غا فلوس هاد الفرماج اللي طعت فيهم. ديري عرفت شو الطنجره غتعمر شي الفوق. وقيلا غادي خاصني نزيد الماء. غندير هاد الفرماج الكحل، هاد الفرماج داير بحال العجينه ياكو. هذا ويلي 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 شي كيخلع. قيلا غادي خاصني نزيد الماء حتى شنو يمكنش منزيدش الماء، سينو غادي خاصني نزيد الحليب. شنو بالكم نزيد الحليب ولا الماء؟ كدويوش مش دويوش، باش ما كديوش علاش خاصكم دويو؟ هذا فيه شويه قاعه، هذا قاعه انا قاع خاصني نبقى حدا القاعه الحين. هذا حتى هو اللي بالعافيه خاصني نوريكم الطنجره شحال عمرات، ما يمكنش وعرفت شحال باقي ديال الفرماج. هذا حتى هو حتى هو فيه قاعط، هذا قاعط
القواعد 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 فيهم كيلو. هنا عندي شي كيلو ديال القواعد. معرفتش اش من اللون غيعطي هاد الماكن تشيز. انا قلت غيعطي الكحل حيت الكحل ديما كيغمق على اللون كاملين، واخا زعما كاين صفر بزاف. شنو بان ليكم يعطي صفر ولا كحل؟ كاين الخضار حتى هو مريضه اللي معرفتش كيفاش جات. هذا فرماج حمار، هذا بزار. ويلي ويلي شوفوا كيبان ليكم الكوكوت، شوفوا شحال عمرات. كوكوت ها معرفتش كمل. دابا نورمالمون هاد الشيدار هو اللي كدار في ماكين تشيز بوحدو، غير هاد الشيدار، ولكن انا درت كاريته. فوق الطنجره شحال عمرات بالفرماج، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. شوف تخيلوا لي بات واقيلا غير لهنايا، وهادشي كامل من الفوق كله فرماج. ما عرفتش واش نزيد الحليب، شنو بان لكم نزيد الحليب ولا نزيد الماء؟ واقيلا نزيد الحليب. زعما انا هبط زدت الحليب، ها هو، وغادي نزيد حتى هاد لي بات. بان ليا الفرماج كثير بزاف ياك، قلت غنزيد حتى هاد لي بات هادو، وغادي نزيد الحليب. غادي نزيد السيترو الى بالي داكشي زعما بخاصو الحليب، غادي نزيد السيترو الاخر. هاد لي بوت حبسها الفرماج بخلاش هذا كنكيحزو. حيد خلي لي بوت شابت، حيد انت كت ايه خاصني ندير مع القليل الزبدة، كنت غنسى الزبدة. ناهي مبقاش خاصني ندير هي لخرا الصراحة، خاصني ندير مع القليل الزبدة. هادشي كامل دابا غادي نديرو فوق البوطة، غادي نشوفو شنو غيعطينا هادشي في الاخر. لازمي انا كتلت هادشي فوق البوطة، غادي نخليه يهبط شوية ومن بعد نوريكم شنو غيعطيني هادشي. شفت واحد القاعط لازمي، شوفو هادشي ولا بحال الحريرة. شوفو وين شنو هادشي، ولا بحال الحريرة ولا معرفت بحال الصوب ولا معرفت بحالاش، وطلع منه واحد الريحه في الشكل. دابا غادي نتسنى بعد هذيك لي بات، مابقاتش كتبان نهائيا، ولا كيبان غير الفرماج. انا بغينا نخترع شي حاجه جديده. لي زامي عرفتو كنشم ريحه الحراك في الكوزينه، كنشم حتى الطنجره كتحرق. قلت غادي نحيد الطنجره، داكشي غادي نفوتو هنايا، حيت كنشم ريحه الحراك بزاف. وقيلا شي حاجه لتحت تحرقات، ديجا طفيت عليها ودابا غادي نخويها تما. ما عرفتش واش هذه ريحه الحراق ولا ريحه الفرماج، ولكن انا كنشم ريحه الحراق. الحراك هذاك الشيء اللي تحت لصق وتحرق، خاصني نهزو ب كتسمعو كتسمعو. بعد هاد اللون ما كيبشرش بالخير نهائيا. واقيلا الا هادشي غيجي واعر هادشي اللي تحت حرق، هادشي غادي نرجع عليه طيب. خاصني نوريكم الطنجرة، ما يمكنش شحال تحرق.
شوفوا الطنجره كي ولات، مايمكنش تخيلوا هادشي كامل حراق. غير ماما تشوف هادشي تقتلني، خاصني ضروري نحيد هاد الكارثه ولا لوحه الطنجره ولا نشوف شنو ندير. وهادشي غادي نرجعي. طيب بغيت نعرف اش داني لهادشي، اش داني انا لهادشي. هادي الكوكو الثانيه، شوف الكوكو الاولى ما حيدتش منها هادشي تامت، عرفتوا ما حيدتش منها هاد الحرق تامت تامت. شوف هادشي لازمي ما صدقش ليا نهائيا، ما بغاش يصدق ليا. شوفوا ما صدقش كاع، اي حاجه كنديرها كتحرق كامله. خديت واحد شويه ديال هذيك ماكنشيز، درتها في واحد البول ودرتها في الفران. انا شويه نوريها لكم. زعما من بعد ديك التماره كامله اللي شفت دازت عليا، صراحه هاد الشيء صدق صعيب بزاف. نريد بعد دوك الكوكوطات اللي غسلت، راه ما غسلتهم حتى سخاوت شي ساعتين، وانا غير كنحك في دوك الكوكوطات. ولحت بزاف ديال داكشي تحرق ليا، ما عرفتش شنو هو المشكل اللي درت، ولكن تحرق ليا الكوكوطات. ما بغاوش داكشي كاع يحيد منهم. يلا قدرت نخرج هاد الكغاتان صغير. شوفوا هذا هو اللي خرج فيه. انا دابا غادي نذوق معاكم. بيني ما كتعلكش، دير بحال الرمله. انا كنت غادي تعلق دير بحال هكا. هاي هاي هاي، باش تعرف نجرب من جهه اخرى. هاد الجهه باقا سخونه على الراس، انا والو ما كتعلق هاد الكغاتان. شوفوا كيف محل عامر بالكفته والفرماج تخلط مع بعضياته وعطى هاد اللون. غادي نذوق شي سخون الصراحه، لي معليش ما غاديش ندوق هادي كامله عندكم تخلعوا. مي راه شو هادشي سخافني بزاف، واختي الناس دغيا كتصدق عليهم هادشي وانا جلست فيه عام. بسم الله. اوه اوه خايب بزاف، خايب 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 بزاف، خايب فريمون بزاف. عرفتو مالح كيقطع مر محروق، خايب بزاف. تجربة فاشلة، أفشل تجربة درت في حياتي واقيلا. واو مريم، 600 درهم ديال الفرماج مشات. خايب بزاف هاد زعمي، كنتمنى يعطيني شي حاجه اللي زوينه، مي زيرو نول. وسخفوني كوكوطات و 600 درهم ديال الفرماج، والله ما كنحش. اخر مره بقى ندير شي حاجه بحال هادشي. صافي لي زعمي، جيت باغي نشوفكم الفيديو ديالي، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيوه مع صحابكم، وتخليو لي كومونتير زوين.